صديقي أنصحه دائما، حيث إن طريقة تعامله مع أمه غير مناسبة، قليل الزيارة، جاف في كلامه، فهل هذا عقوق؟ نعم عقوق. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، مجرد أف، هذا حتى لو نفذ، قالت لك أحضر لنا مثلا الخبز، تقول أف وتذهب وتأتي بالخبز آثم، حتى لو أتيت بالخبز آثم لقولك أف. فبالك من يحزنها، يبكيها، يرفع صوته عليها، يؤذيها، هذا عقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وذكره